ايه تنمر واجد كثير. واجد. اخر حاجه تتذكر انك صارت لك هذا الموقف؟ اليوم تقول لا تروح وطلعت، انا عاد قلت صرفت تصريفه ورحت. ايش صار فيه؟ قلت ما قال شيء بدها من غير حويده خفيف وطلعنا منها. والله ما بعد صار. مثلا كطلعه شو اسمه، في البدايه اخذت راي امي وعيت وعانت وطلعت، والطلعه كانت مره بايخه. لا طبعا اكيد، بس ما علمها عشان ما تزعل وتعاتب اكثر. ايش كلام الام صحيح؟ 100% صحيح دائما. لا ابدا مره. ايوه كم مره تصير لك؟ والله اكثر من مره الصراحه صارت لي، ان امي برايضه اني اطلع ذي الطلعه وتخرب علي مره كثير. اكثر مره ندمت وعن انك ما سمعت كلام امك؟ والله يعني ما اقدر اقول لك صراحه، مره كثير. ما تقول لامي شيء الا يصير صدق. اذا قالت لي لا البس زين، انا ما البس زين مشكلتي. تندم عليك؟ ايوه لاني اتعب وكذا حراره وزكنه.